السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت. في الفيديو إن شاء الله تعالى راح نحكي على مباراة الشرطة والوسط. مباراة كانت ممتعة، مباراة كانت جميلة، ما كنت متوقع إنه تطلع هيك المباراة، لأني شفت مباراة الحرجلي والساحل بصراحة ما بتشبه شيء اسمه مباراة، أداء سيء من الطرفين، كرات عشوائية كانت. بصراحة كنت دعم الفيديو عن مباراة الحرجلي والساحل، بس شو بدي أحكي، مباراة سيئة جدا جدا. فقط شوية تعقيب على إبراهيم العالمي، على أساس هذا حارس منتخب وطني، لاحظت له أكثر من 10 كرات عشوائية، بس اللهم يكمش الطابة ويزتها، بغمض عينه وبزتها. أكثر من 10 طابات يا جماعة، اليوم أنت حارس منتخب وطني، لازم أنت تهدي اللعيبة، أنت تتوجه اللعيبة كيف يلعبوا، لازم تبني الهجمة من الخلف، الهجمة تبدأ منك أنت، تعطي للمدافعين والمدافعين يعطوا للاعبين الارتكاز ويعطوا لخط الوسط وبعدين يروحوا للهجوم. لكن اليوم شفنا الكرات العشوائية من الكابتن إبراهيم العالمي، بصراحة شيء مخزي جدا. وكذلك الأمر نادي الساحل عنده نفس الأخطاء ونفس اللي عشوائية، يعني أكثر من 15 دقيقة عم بتفرج على المباراة، يعني بس عم يركضوا ورا الطابة، بس عم يركضوا ورا الطابة، شو اللي بدهم من المباراة ما حدا عارفه. اللهم بس بدهم يخلصوا وقت، يا جماعة هدوا شوي، مو هيك لعب كرة قدم. والله كنت عم بتابع المباراة، والله نمت يعني بشوط الثاني نمت. ولا نادي الحرجلي باخر 8 دقائق يعني شوي مشي حاله، صار يعمل هجمات من الاطراف، ولكن يعني طول 90 دقيقه ما عملت شيء، يعني بهالدقائق مستحيل انك تعمل شيء. فقط حبيت انوه على شغله مهمه، الكرات العشوائيه من حارس منتخبنا الوطني ابراهيم علي. وبتمنى هذا رايي الشخصي، وهذا راي اعلاميين وكثير الناس، بتمنى ما حدا يكتب تعليق سيء، لاني اي شخص راح يكتب تعليق سيء راح ارد عليه بالمثل. بتمنى يكون تعليقاتكم محترمة. شفنا بالفيديوهات الماضية الحاضر الماضي عم يكتب كلام سيء، كلام مثل شكله، مثل منظره، مثل اللي استغفر الله العظيم شو بده يحكي واحد ما بعرف. بتمنى شوي تهدوا، شوي تفكروا بعقلانية. بعض الأخوة عم تابعوا الفيديوهات، ما تابعوا الفيديو للأخير، عندي إحصائيات كلها مبينة، يعني بشوفوا الفيديو بالنسبة للتعليقات، شافوا تعليق سيء كان بها بيكتبوا التعليق سيء على عيني وراسي، شوفوا التعليقات كويسة بيكتبوا التعليقات كويسة. يا عمي هدوا شوي، عقلك الألك، انت عقلك لازم يكون براسك مو بين اجريك، عارف انت شو بدك، عارف انت شو بدك تكتب، بس اللهم تكمس الجهاز بيدك هيك كلمتين تعدل تقوس مسبة وتطلع، عيب اقسم بالله عيب. اي شخص عم يكتب تعليق سيء بحقي والله عبري عليه من جوات قلبي، اللي يزعل يزعل وما يزعل يستفل، عيب. يعني وصل الحد لشيء مو معقول. كل واحد له رأي، إذا حكينا على المنتخب بيجي حدا بسبك، إذا حكينا على المدرب الفلاني بيجي حدا بسبك، بس عيب. يعني مو هيك الرياضة، مو هيك الأخلاق كرة القدم، أقسم بالله هذا مو حكي. بتمنى تفهموا وضعي، لأن الوضع صعب شوي، الفيديو تتعب عليه 7-8 ساعات بتنزله على اليوتيوب، بيجيك واحد من غامض علمه ما بتعرف قرعة تعبوه منين، بيجي بكتب لك مسبة وبطلع. آسف جدا إني طلعت خارج السياق. خلينا نرجع لمباراة الشرطة والوسبة اللي انتهت المباراة 3-0 لصالح نادي الوسبة. مباراة ما حكينا كانت حلوة، مباراة مميزة جدا، وأنا اللي حكيت يعني شفت حتى الأستاذ إياد ناصر والأستاذ عبد الله المروح حكوا، يعني مباراة جميلة يعني ترتقي لها مستوى الفريقين، ولكن كفة نادي الوسبة كانت أرجح. ومعني الوسبة كب على العديد من اللاعبين المهمين جدا، وفريق الوسبة بلش يطلع من جديد، إن شاء الله يكون بالأيام القادمة وضعه أحسن. وأما فريق الشرطة بصراحة فريق يرثى له، يعني 3 تعادلات وهي الخسارة يعني كارثة، لازم يحافظوا على حالهم شوي. يعني أخطاء بالجملة، أخطاء من الدفاع بالجملة، أخطاء قاتلة، أهداف يعني بسهولة تسجل عليه، يعني الحارس ما بتحمل أي مسؤولية، كان فقط الاهتمام بمنطقة الدفاع وخط الدفاع، كان فيه مشكلة من طرف نادي الشرطة. وسجل أهداف نادي الوسبي علي صارم في الدقيقة 17 وسعيد برو في الدقيقة 37 ودقيقة 89، أهداف حلوة خاصة الهدف الثاني، هدف لسعيد برو كان هدف صاروخي، هدف على طراز الكبار من حوالي 25 متر، حاليا نشوف الهدف على الشاشة، هدف بصراحة هدف ممتع جدا. وحتى اليوم شفنا التعليق كان حلو من أستاذ عبد الله مروح، وكمان يعني شفنا اليوم جودة التمريرات شوي صغيرة أحسن، لأني في شيء مساعد بأرضية الملعب، أرضية جميلة، الكراسي كانت الألوان حلوة، يعني بساعد هذا الشيء على التصوير. وشفنا شيء يعني بصراحة استمتعت بهالمباراة، من زمان ما استمتعت
مباراه الدوري السوداني، لكن هذه المباراه لها طابع خاص. ان شاء الله نشوف باقي المباريات او باقي الجوله، نشوف كمان هيك مباريات حلوه بتليق باسم الانديه، لاني حاجه يعني شفنا مباريات المنتخب كيف كان الاداء. بتمنى من الكباتن المدربين يهتموا باللياقه، يهتموا باللاعبين اكثر، لان الكل بده شغل، الكل بده اعاده تأهيل. أنا هذا اللي حبيت أخبركم. إذا عندكم أي سؤال أو أي اقتراح اكتبونا بالتعليقات. بنهاية الفيديو راح يطلع مقطع صغير، تابعوه، مقطع مهم جدا، فيديو مهم جدا، راح أنزله على قناتي، قناة سوريا في قلوبنا المساء، تابعوه، فيديو مهم جدا. والسلام عليكم متابعين قناة سم سبورت. حمار بيحكي سبع لغات. إذا بدك تعرف كل التفاصيل اشتركوا بالقناة وفعل زر الجرس وعطونا لايك واكتب تعليق حلو على ذوقك. تعال ندخل بالتفاصيل. ايه يا سادة، مثل ما شايفين بعنوان الفيديو حمار بيحكي سبع لغات. ويوم من الايام كان في والي اسمه الوالي فافوش، وطبعا هذا الوالي معه ثلاث اغوات. مثل ما ذكرنا الوالي اسمه فافوش، الاغوات اللي معهم يا سادة اسمهم كالتالية: الوالي طهماس، والوالي حتمل، والوالي الاخير اسمه حتمل. طيب يا صاحبي هدول شو قصتهم بالضبط؟ طيب مثل ما حكينا الوالي هو المستلم الولاية اللي عايش فيها، ومعه بعض الاغوات مثل ما ذكرنا اسمهم. وهالاغوات مثلهم مثل كل اغوات بعصرنا الحالي، حبوا يمسحوا جوخ للوالي. وطبعا هالاغوات شو عملوا؟ هدوا الوالي فافوش حمار مشان يعينوا مستشار. ليش؟ مشان يمسحوا جوخ لسياده الوالي. طبعا والمعروف عن الوالي فافوش شوي عقلاته جوستين بخرجي، بصدق شو ما كان. كل ما بصير عندهم اجتماع بيجوا هالاغوات وبيجي هالحمار مشان ينفذوا شو عندهم قرارات وشو عندهم مهمات للولاية. يوم من الأيام يا سادة دعا الوالي فافوش الأغوات لاجتماع مشان ياخذوا بأمور الأمة. وهدول الأغوات بلشوا بالتحيات والطيبات للوالي فافوش، وهذا الوالي ما حب يبلش الاجتماع إلا يكون المستشار الجديد معه. طبعا مين هو المستشار؟ المستشار اللي هو الحمار. وهون بلش الاجتماع وأجوا الأغوات والمستشار الحمار اجا معهم، وهدول الاغوات حبوا يمسحوا جوخ للوالي انه حمارك مدلل، حمارك كويس، وبلشوا يقدموا قصائد وشعر بحق هذا الحمار. بعد ما خلصوا المديح للحمار، الاغا طهماز شغل مخه بوقت غير مناسب. يعني طبعا طهماز ما كذب خبر يا سادة، وصار يمسح جوخ للوالي وقال له الوالي حمارك ناقصه حكي. وطبعا الوالي فافوش مثل ما ذكرنا هو اهبل نص جدبه يعني، وكمان هو ذكي بنفس الوقت. لازم انه يعلمه خلاص الحمار لازم يحكي.